المحاضرة اليوم بعنوان Climate Change and GHG Emissions، وقبل البدء بالمحاضرة سنقدم نبذة عن الخبرة العلمية للمهندس. الأستاذ محمد اللعيبي حاصل على شهادة البكالوريوس في هندسة البيئة من جامعة المستنصرية، يعمل كمدير في الصحة والسلامة البيئية والاستدامة في هاتشي إنيرجي، عمل كمستشار الصحة والسلامة في العراق ضمن شركة ABB، عمل كمدير QHSSE في شركة بيرتلينج، عمل كمسؤول HSE Supervisor في العديد من الشركات العالمية مثل إيني وذرفورد وهاليبرتون. حاصل على العديد من الشهادات والتدريبات اي العالمية فاني قلت لك قلت له احنا مثل كلنا نسافر Supervised واحنا by صراحه Healthy عرفنا UK الجدول ما ادري Master عنه Class Instructor هو League ما Washroom تقدر تفهم استحمل حسين يا سمي Washroom شوفوا اروى اللويالي ها Diploma عم يعني صراحه هو حسين كيف مو يقدر صراحه ولا صح تصرفت بس هو Crash مو ادري Mask Safety TOT يعني ما في يوم فرق غلط انا HAZOB. استفهم يعني انا سالت يتشرف شابتر جامعة اي البصرة بحضور فقلت لي دعوة للدعوة الأستاذ محمد قلت لي لا اللعيبي. شكرا جزيلا لقبولك الدعوة أستاذ، تقدر تتفضل. السلايدات واضحة يمك؟ جاي تشوفونها؟ إيه نعم أستاذ، واضحة. تمام، شكرا جزيلا لكم شباب، شكرا جزيلا الاس بي بصرة شابتر على هذه الفرصة الرائعة. وإن شاء الله اليوم تكون المحاضرة ممتعة مليئة بالمعلومات، وإن شاء الله تكون مفيدة ومساعدة في حل مشكلة كبيرة في العالم والعراق في العراق خصوصا. وإضافة إلى الكلام رائع من الأساتذة ومن ست آية، شكرا جزيلا. نبذة بسيطة عن محمد العابي، حاصل على شهادتين أو بالأحرى 3 شهادات، الشهادة الأولى في اللغات من جامعة البصرة 2008، والشهادة الثانية في البيئة والاستدامة من جامعة المستنصرية، والشهادة الثالثة هي في الدبلومة والسلامة من نيبوش البريطانية. خبرة أكثر من 15 سنة في مجال النفط والطاقة، وقد شغلت العديد من المناصب تدرجا من بعد التخرج كمبتدئ أو فريش جراجويتد أو اتش اس سي اوفيسر، وبعدها تدرجت بالمناصب الحمد لله حاليا مدير العراق والأردن ولبنان لشركة هيتاشي انرجي في كمسؤول السلامة والاستدامة والصحة المهنية. فمن المواضيع المهمة اللي هي الاستدامة تعتبر جزء الحيوي المهم والمستقبل للعالم والشركات. وخليت أنا إضافة إلى climate change and the greenhouse gases emission، بالإضافة إلى هذا الموضوع المهم ضفت موضوع الاستدامة sustainable في السلايدات الأخيرة. وإن شاء الله راح نطلع اليوم على مواضيع مهمة، معلومات مهمة بما يخص الكلايمنت تشينج والسستينبل والجرين هاوسز جازز. بالأخير شكرا جزيلا للحضور وشكرا لوقتكم، وأتمنى أنه عندنا ملاحظتين مهمة. الملاحظة الأولى المهمة أنه هو الصوت يكون سايلنت، إغلاق الصوت حتى لا يسبب ارباك او انقطاع او تشتت المعلومات. والنقطه الثانيه مهمه، اذا عندك اي سؤال ممكن تخليه بالشات بوكس، وان شاء الله راح نخصص اخر ربع ساعه هي راح تكون مخصصه للاسئله والاجوبه، وان شاء الله نكون محاضره مفيده. موضوعنا اليوم هو الكلايمنت تشينج اند جرين هاوس جازز، بمعنى أنه تغيير المناخ والانبعاثات الغازات. راح ناخذ تعريفها مفهومها ومدى التأثير على البيئة والمجتمع وكيفية معالجته. راح نتطرق أنه شلون بالبداية تعريف الكلايمت تشينج، شنو تأثيرها، كذلك الجرين هاوسز إميشن حتى نعرف شنو المعنى الحرفي للتغيير المناخ وكذلك الانبعاثات الخاصة بالغازات. وكذلك راح ناخذ التأثير اللي يسببه لهذه الانبعاث الغازات وتغيير المناخ على صحة الإنسان، على البيئة، على البحار، على المحيطات، على الطبيعة بصورة عامة. وبعدين ناخذ فد آلية معينة كيف نساعد نوع على تقليل هذه الانبعاثات. ستاية صوتي واضح يعني ادخل في مضمون المحاضره كل شيء تمام، لان انا فاتح حاسبتين، اتمنى الحاسبه الثانيه يعني ما جاي تسوي لا لا تردد أستاذ، بالصوت. جدا واضح صوتك، كمل. كل زين. كبدايه ناخذ انترودكشن ذا
urgency of action mitigating climate change through effective greenhouses emission reduction strategy. يعني هو من خلالها ضرورة العمل التخفيف من حدة تغيير المناخ في خلال اليوم المقدمة راح ناخذها بما يخص محاضرتنا، ومن خلال استراتيجيات الفعالة للحد من هذه الانبعاثات راح نفهم آلية تأثيرها على صحة الإنسان، تأثيرها على الحياة، ومن خلالها بعدها راح ناخذ لآلية الحد من هذه الانبعاثات. كمفهوم للتغيير المناخ، هو أزمة عالمية مثل ما جاي يشوفون أنه حاليا ارتفاع درجات الحرارة مو بس بالعراق، في عموم العالم والبلدان جاي يشوفون أنه درجات الحرارة اللي جاي يصير في أوروبا هي كلها بسببها انبعاثات الغازات وتسمى بالاحتباس الحراري الجرين هاوس جازز. وهذا من خلالها إلحاح العمل الأمر ببالغ الأهمية أنه لتخفيف هذه الآثار. خلال هذه محاضرتنا راح نناقش شنو التأثيرات وشنو الإجراءات اللي ممكن نتخذها لتقليل من هذه الانبعاثات. بداية خلي نعرف What is climate change؟ شنو هو التغيير المناخي؟ Understanding the concept of climate change، حتى نفهم مفهوم climate change، هو تغيير تشير تغييرات المناخ إلى التعديل طويل الأجل في نمط درجات الحرارة، مثل ما جاي يشوفون التغيير اللي صار بتغيير درجات الحرارة وظروف الطقس على الأرض التي سببها بشكل رئيسي الأنشطة البشرية التي تنطلق غازات البيئة. هذه بسبب الأنشطة اللي يؤديها الإنسان، جاي يشوف أنه تسبب في الانبعاثات اللي أدت إلى تغيير المناخ، وهذا يؤدي إلى الاحتباس الحرارة وتأثيرات بيئية اجتماعية متنوعة. وممكن ناخذ بعض الأمثلة، أنه مثل على مر العقود اللي فاتت شفنا تغيير درجات الحرارة في العراق أو في كردستان أو في أوروبا، لأنه حاليا في قبل فترة معينة أدت إلى وفيات في روسيا في بريطانيا بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وهذا بسبب زيادة تراكيز الغازات البيئية، واللي هو بسبب أدى النتيجة في الجو بسبب احتراق الوقود الأحفوري وغيره من الأنشطة البشرية. كل هاي الأنشطة البشرية أدت إلى انبعاثات هذه الغازات، وبالتالي أدت إلى تغيير هذه درجات الحرارة، وأدت إلى تغيير في التركيبة الجوية، وكذلك من زيادة القدرة الجوية على احتباس الحرارة، مما يؤدي زيادة درجات حرارة على سطح الأرض كنتيجة نرى ارتفاع درجات حرارة في معظم مناطق العالم. وكذلك أنه هذا الارتفاع في درجات الحرارة يؤثر على البيئة بطريقة متعددة. ممكن على سبيل في ذلك أنه ذوبان الجليد في المناطق القطبية وارتفاع مستوى البحار، وهذا من راح يرتفع درجات الحرارة وراح يصير عندنا ذوبان بالجليد، راح يهدد السواحل والمناطق الساحلية. مثل ما تعرفون أكو كمية هائلة من المحطات الكهربائية أو موجودة عدة مشاريع أو مشاريع موجودة على البحار، هذا إذا صار عندنا فيضانات هذا راح يدمر كل المشاريع اللي موجودة على السواحل. بالإضافة إلى ذلك تسبب درجات حرارة تكرار الشديد، يعني ممكن ودينا إلى الأعاصير، الجفاف، الفيضانات، هذا كلها تؤديها بسبب تغيير المناخ وبسبب ارتفاع درجات الحرارة. ومن يكون عندنا فيضانات، ومن يكون عندنا عصير، ومن يكون عندنا جفاف، هذا بالتالي راح يأثر على الزراعة والبنية التحتية للمدينة بصورة عامة. إضافة لذلك ممكن تؤثر التغييرات على البيئة وعلى الكائنات الحية. ممكن من شلون نقول شلون راح تأثر؟ انه ممكن ذلك من راح يصير تزايد بالظروف المناخية راح يكون بها تهديد على الكائنات الحية، وكو بعض الكائنات ممكن مهددة بالانقراض بسبب انه هذا عدم تكيفها ويا المناخ،
العفو، وبالتالي راح يأثر على التوازن البيئي. تعرفون أنه هي الحياة متكونة من سلسلة، فإذا انفقدت أحد العوامل الرئيسية، العناصر الرئيسية، هذا يؤدي إلى فقدان التوازن، يؤدي إلى التأثر بالعوامل البيئية. وممكن أنه يقول لك تشهد بعض التغييرات، أنه في تغييرات في نمط الهجرة من الحيوانات، واللي يؤدي إلى تغيير مكانها للبحث عن أجواء مناخية أفضل. هذا بصورة عامة لتغيير المناخ تعريفها. نجي مثل الجرين هاوسز جازز اميشنز، تأثير اللي هو الجرين جازز أو الغازات الخاصة بالاحتباس الحراري أو المسببة للاحتباس الحراري، أو يسمونها بالغازات الدفيئة اللي هي تحتفظ بدرجات الحرارة واللي تغير المناخ. ممكن نتعرف على هذه الغازات كأمثلة من عندها، أنه غاز ثنائي أكسيد الكربون، هو المصدر مالته يكون من حرق الوقود، مثل ما تعرفون اللي جاي يصير احتراق الوقود بالسيارات، بالمعامل، بالمحطات، بالنفط، معامل والمصانع، العفو، هو احتراق الوقود الاحفوري والفحم والنفط والغاز الطبيعي. وتأثيره راح يكون انه يعزز من هذه الغازات ويعزز من الجرين هاوسز، وكذلك يسهم في زيادة درجات الحرارة. الميثان الميثان كذلك انتاج مالته او المصدر مالته راح يكون من انتاج الثروة الحيوانية او تحلل النفايات العضوية، وكذلك يستخرج بعض الاحيان من المعامل او المصانع. والتأثير مالته راح يكون كذلك، تأثيره يكون أكثر فعالية في احتجاز الحرارة من ثاني أكسيد الكربون، ولكن تركيزه أقل، رغم أنه التركيز مالته أقل من الثنائي، بس يحتفظ بالحرارة أكثر. وجاي يشوفون أنه هذا الثاني أكسيد الكربون خصوصا في البصرة أو في المناطق اللي تكثر بيها مناطق الإنتاج والنفط، أنه نشوف بيها انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، وهذا راح يحافظ على الاحتباس الحراري، وبدوره راح يحتفظ بدرجات الحرارة. أكو بعض الغازات اللي هي مثل ثاني أكسيد النيتروز، وكذلك غاز الفيرون اللي هو يستخدم بالتبريد والصناعات التجارية، ويستخدم بالمكيفات والسبالت والثلاجات. وأكو بعض الغاز المهم اللي هو يعتبر من الجرين هاوسز جازز اللي هو بخار الماء. من مصادر مالته اللي هي تكون عمليات طبيعية أو نشاط بشري. والتأثير مالته أنه يقول على الرغم من أن البخار الماء هو مكون طبيعي من الغلاف الجوي، إلا أنه يعزز من تأثير غازات الدفيئة أو الجرين هاوسز. هذه بعض الأمثلة من الغازات اللي تساهم في تغيير المناخ من خلال الاحتجاز الحرارة في الغلاف الجوي. وهذا يجب ملاحظة أن دراسة فهم هذه الغازات مهمة للتعامل مع تغيير مناخ وتطوير استراتيجيات للتخفيف من تأثيره. لذلك من النقاط المهمة اللي وضعتها منظمة الأمم المتحدة بالاستدامة، أنه هو تعتمد على استخدام غاز مصاحب للبيئة، غازات ما بها أي تأثير على البيئة. ما لذلك أنه راح ناخذها بعدين، أنه شلون تحافظ على المناخ، شلون تحافظ على البيئة، شلون تقلل من الانبعاثات اللي تؤدي إلى هذه الغازات وتؤدي إلى الاحتباس الحراري. هذا بما يخص تعريف الكلايمت تشينج والجرين هاوس اميشن. راح ناخذ شنو تأثيرها على الانفايرمنت، على البيئة. تأثيرها على البيئة، التأثير الأول هو زيادة درجة الحرارة، وهذا الشيء ملموس، وإحنا جاي كل إحنا نعيشه ونشوفه، أنه بحياتنا اليومية ارتفاع وزيادة درجات الحرارة. حتى نعرف شنو هذا زيادة درجات الحرارة، يعني إحنا شلون راح نشوفها، شنو تأثيرها على البيئة. زيادة درجات الحرارة أول وحدة راح تغير من نمط الهطول الأمطار،
فهذا نمط ارتفاع درجات الحرارة يؤثر على نمط الهطول ويزيد من تكرار وشدة الفيضانات والجفاف، ويمكن يؤدي ذلك إلى تأثير سلبي على الزراعة والتنوع البيولوجي. ارتفاع درجات الحرارة مو فقط يؤثر على نمط الهطول للأمطار، كذلك يؤثر على تأثيره على الحياة البرية. يعني أنه ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى تغييرات في مواعيد تكاثر الحيوانات والنباتات، يمكن يؤدي ذلك إلى عدم توافق بيئي، ومما يؤثر على التوازن النظامي أو للبيئة. كذلك أنه شنو التأثيرات لارتفاع درجة الحرارة؟ هو التأثير على الصحة البشرية، أنه مثل ما تعرفون من ارتفاع درجات الحرارة أنه شلون الإنسان يتعرض إلى هذه الارتفاع درجة الحرارة، وممكن يؤدي إلى عدة عوامل صحية، ومنها ارتفاع درجة الحرارة يزيد انتشار الأمراض المنقولة عن طريق الحشرات وبعض الأمراض مثل الملاريا، وكذلك يزيد من مخاطر الإصابة بالحروق الشمسية والإجهاد الحراري. وحاليا جاي يشوف بالمؤشرات انه مثلا جاي يشوف بمواقع النفط انه جاي يرفعون الرايه البنفسجيه، هي معناتها انه الاشعه الفوق البنفسجيه وصلت الى الحد انه 12 درجه 12، معناتها درجه 12 انه هو تاثيرها مباشر ممكن يؤدي الى الحروق وممكن يؤدي الى السرطان. الميلتينج ايس كابس من تاثير تغيير المناخ وارتفاع درجات الحراره راح يؤدي الى ذوبان الجليد والثلوج. شنو تاثير ذوبان الثلج ذوبان الجليد والثلوج عفوا؟ ارتفاع درجات الحراره يؤدي الى ذوبان الجليد في المناطق القطبيه والجبال الثلوج في مختلف مناطق العالم، وهذا يؤدي إلى ارتفاع مستوى البحار ويهدد السواحل والمناطق الساحلية بالغرق. مو بس يهدد، راح يؤدي إلى انهيار المناطق الساحلية، يؤدي إلى تأثير في اقتصادهم أنه ينهي الحياة الساحلية أو السياحة في هذه المناطق. إذا أكو بعض المحطات الموجودة الكهربائية المستخدمة المعتمدة على البحار راح تؤدي إلى انهيارها وفيضاناتها. فهذا كله راح يؤدي إلى تآكل السواحل، فمن زيادة مستوى البحر يسبب ذوبان الجليد وتمدد المياه يؤدي إلى تآكل السواحل وينهي الحياة الساحلية. وكذلك هذا بما يؤدي أنه لأن أنت كم دولة تعتمد حياتها أو اقتصادها على الحياة الساحلية، فهذا بالتالي أنه راح ينهي الحياة الساحلية بالمناطق اللي تكون قريبة من هذه الجبال. فكذلك يؤدي إلى المناطق الساحلية والبنية التحتية، هذا يعرضها إلى الخطر. شنو يؤدي كذلك الذوبان؟ يؤدي إلى تغيير في البيئات المائية. شلون؟ ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة المياه في البحار والمحيطات. وإذا مثل ما تعرفون الكائنات الحية المائية أكو ممن تعيش في القاع، أكو ممن تعيش في منتصف البحر، أكو ممن تعيش في السطح القريب من الشمس. على كل حيوانات لها درجة حرارة معينة تعيش به، إذا صار اختلاف معين درجة حرارة هذا التغير والتوازن بالمحيطات المائية الحياة المائية كلها راح تتغير. فممكن هذا يؤثر على الكائنات البحرية مثل الشعاب المرجانية والأسماك، وهذا يمكن أن يسبب تدهور في الشعاب المرجانية. هاي بعض الأمثلة أنه كيف ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير على البيئة والكائنات الحية في تغيير المناخ. من ارتفاع مستويات سطح البحر والذوبان القمم الجليدية، هذا يؤدي إلى زيادة الفيضانات في المناطق الساحلية، وهذا بالتالي يؤدي أو يشكل تهديد للمجتمعات الساحلية والبنية التحتية والنظام البيئي. فمن العوامل الأخرى اللي يؤثر عليها هذا الذوبان الجليدي أنه ممكن يؤدي ذوبان القمم الجليدية إلى فقدان العوامل للحيوانات القطبية مثل الدببة والفقمات، هذا راح تنتهي حياتهم، راح أنه تؤدي إلى انقراض هذا التنوع، وممكن يؤدي إلى اختلاف في الحياة البرية، وهذا يعطل في السلسلة الغذائية ويهدد بقاء هذه الأنواع.
هذه اخذنا بعض التأثير، انه ممكن شلون يأثر على ارتفاع درجات الحرارة وشلون يأثر على التغيير في الذوبان الجديد. راح ناخذ انه شلون راح loss of biodiversity، انه التغير المناخ شلون راح يكون تأثيره بل على التنوع الحيواني او الانساني. فقلت لك التغيير this the impact of climate change on the variety of life on earth. Loss of biodiversity refer to decrease in the variety of life forms including plants, animal and microcosm caused by climate change and greenhouse gas emission which distribute ecosystem and lead to the extinction of species. شنو يعني هذا؟ يعني انه تغيير مناخ يأثر على تنوع الحياة على الكوكب الأرض، فممكن فقدان التنوع البيولوجي يؤثر إلى انخفاض في تنوع أشكال الحياة، بما ذلك النباتات والحيوانات والكائنات المجهرية، ناتج عن تغيير المناخ وانبعاثات الغازات اللي هو الجرين هاوسز أو الغازات الدفيئة، مما يعطل النظم البيئية ويؤدي إلى انقراض بعض الأنواع. فممكن احنا ناخذ بعض الأمثلة انه نقول شلون هذا التغيير، انه شلون تغيير المناخ انه يؤثر على هذا التنوع. اول شيء ناخذ مثل نضرب مثال مثل الشعاب المرجانية، هي بيئة مائية غنية بالتنوع البيولوجي تعيش بها مئات الانواع من الاسماك والكائنات البحرية. بارتفاع درجات الحرارة نتيجة لتغيير مناخ يؤدي إلى ظاهرة انحلال الشعاب المرجانية، راح يأثر عليها، راح ينهي حياة البعض منها، راح يؤدي إلى انهيار هذه السلسلة، يؤدي إلى انهيار السلسلة إلى انهيار التنوع. ممكن يؤدي هذا الانحلال، ممكن يؤدي إلى تآكل الشعاب المرجانية، إلى فقدان مسكن مهم للكائنات وانخفاض تنوع بالأنواع والمعيشة. ممكن من أسبابها هذا التغير بالتنوع أو فقدان بعض الشعاب المرجانية هو إحنا مثل ما قلنا زيادة درجات الحرارة، الناس أو الحيوانات ممكن تبحث عن مكان آخر، ممكن إنه يكون تغير نمط هطول الأمطار، إنه بعض الكائنات اللي هي عايشة على الأمطار أو تكون قريبة من المسطحات المائية، أو بعض التغير يكون بسبب فقدان العناصر الحيوية. العفو. التغيرات في البيئة الطبيعية وانقراض الأنواع تؤدي إلى فقدان العناصر التي تؤثر في البيئة. هذا التنوع شلون راح يتأثر؟ كذلك التغيير المناخ ممكن يؤثر على تأثير البيئات المتغيرة على التكاثر. التغير في البيئات التكاثر تؤثر على الأنواع التي تعتمد على أماكن معينة للتكاثر، ممكن بسبب عدم تلائم الجو أو عدم وجود الماء أو وجود ارتفاع درجة الحرارة، هذا كله يؤدي إلى تأثير على التكاثر، وبالتالي هذا التنوع وهذا التأثير التأثير المناخ ممكن يؤثر على الغذاء والتغذية. فالتغير بدرجات الحرارة ونمط هطول الأمطار يؤثر على توافر المصادر الغذائية للكائنات الحية. هذه بعض الأمثلة توضح كيف أنه تغير المناخ يؤدي إلى فقدان التنوع البيولوجي من خلال تأثيره على البيئات الطبيعية والكائنات الحية، هذا يؤدي إلى تأثيرات سلبية على النظم البيئي والاعتماد البيئي للكائنات. فهذه بعض الأمثلة اللي هو كيف تأثيرها على التنوع. الـ impact on society، التأثير على الصحة والمجتمع. هذا التأثير بالمناخ عرفنا أنه شلون يصير بتغيير المناخ، شلون يأثر على التنوع، شلون يأثر على المناطق الجليدية، كذلك تأثير تغيير المناخ على صحة المجتمع والإنسان. راح ناخذ بعض الأمثلة اللي هي شلون تأثر هذه بصورة عامة على الصحة الإنسان أو مخاطر الصحة العامة.
أول وحدة بارتفاع درجات الحرارة راح يكون عندك انتشار الأمراض المعدية، ممكن يؤدي تغيير مناخ إلى انتشار الأمراض المعدية مثل الملاريا وبعض المرض مثل اللايم، اللي هي بسبب التغيرات في أنماط درجات الحرارة وهطول الأمطار. الاير من تاثيره، غير انه الامراض، انتشار الامراض، انه ممكن يسوي لنا اير بوليوشن اند ريسبيرتوري ايلنس، انكريز ليفل اوف جرين هاوسز جاسز كونتريبيوت تو اير بوليوشن ويتش كان ليد تو ريسبيرتوري ايلنس سوتش از اثما اند برونشيتيز. ما احنا قلنا احنا من المخاطر الصحه العامه، فهي مثل انتشار الأمراض، بس هنا راح يكون هو تأثيرها تلوث الهواء وأمراض الجهاز التنفسي، فتساهم هذا الزيادة في ارتفاع درجات الحرارة إلى زيادة مستويات غاز الاحتباس الحراري مثل ثاني أكسيد الكربون، مثل ما شفنا إنه شلون بسبب الانبعاثات اللي جاي يصير، إنه شلون هذا يؤدي إنه يلوث الهواء، وهذا بالتالي يؤدي إلى التأثير على الجهاز التنفسي، مثل ما جاي يشوفون الغيوم أنه لونها أسود، الدخان اللي جاي، الانبعاثات اللي جاي يصير من المصانع والمعامل، من السيارات، من المولدات، ما شاء الله أنه بسبب أزمة الكهرباء العراق يعتمد 100% على المولدات، وهذه المولدات اللي بها احتراق وبها انبعاث وتأثير على البيئة بصورة عالية، ولذلك أنه نشوف هذه الأمراض الزيادة، ونشوف المستشفيات وزيادة أمراض الجهاز التنفسي، هي كلها بسبب الانبعاثات اللي جاي يصير والتلوث الهواء الجوي الموجود في عموم البلاد. Impact on society, extreme weather event، مثل ما جاي تشوفون الطقس الشديد اللي هو حاليا موجود مو بس بالعراق، في عموم العالم. فالطقس الشديد يمكن يؤدي إلى تغيير المناخ، زيادة تواتر وشدة الظواهر الجوية الشديدة، هذا يؤدي إلى الأعاصير وموجات الحر والفيضانات، والتي يمكن أن تسبب إصابات ووفيات. احنا بكل التأثيرات لازم نعرف أنه هي شنو تأثيرها، وشلون ممكن نقدر نسيطر عليها، وبالتالي انه لازم نعرف انه شلون نتجنبها. الامباكت اون سوسايتي، change in temperature and precipitation pattern can impact food and water sources. احنا من قلنا انه ممكن تاثر على الصحه والامراض وتلوث الجو، كذلك انه تاثر على في المادة، على مصادر الغذاء والمياه، ممكن يزيد مخاطر الأمراض المنقولة بالغذاء والمياه مثل السالمونيا والكولاريا، فهذا كلها يكون بها تأثير عالي بسبب انتقال الأمراض عن طريق الأغذية والمياه. من العناصر المهمة اللي بها تأثير اللي هو كان climate change can have negative impact on mental health. أكثر الأمراض حاليا اللي موجودة هو سببها الحالة النفسية. الحالة النفسية هو بسببها اللي هو الإنسان ما يوجد الحياة الطبيعية اللي هي ما موجود الهواء النقي، اللي ما موجود الحياة الرفاهية، اللي هي ما موجود مثل متنزه أو خضار، فهذا كله يؤدي إلى دمار الصحة العقلية. الإنسان بتأثير التفكير المستمر، ممكن بسبب الضغط السترس من العمل، أو بسبب الضغط ماكو كهرباء أو ارتفاع درجات الحرارة، الإنسان ممكن عنده أطفال ممكن يمر بحالة أنه يفكر بأطفاله بسبب ارتفاع درجات الحرارة أو بسبب مرض معين. هذا السترس، انه السترس بايجابي بسلبي، الايجابي انه انت اذا عندك فد ممكن باكر امتحان، عندك مقابله عمل، السترس البسيط انه ممكن يعطيك موتيفيشن تقرا اكثر، تبحث اكثر، حتى شنو تحضر للامتحان او المقابله، بس اذا هذا السترس استمر فترات طويله
راح يؤدي الى امراض عقليه، امراض نفسيه، يؤدي الى قتل الخلايا المهمه المسؤوله عن الراحه والرفاهيه في جسم الانسان. فتاثيرها كلش مهم. فهذا التغيير المناخ راح يؤدي الى الامباكت المنتل هيلث انكلودنج كريس ستريس، زياده ضغط الاكزيستي اند ديبرشن دو تو ذا لوس اوف هومز لايف هود اند ذا سنس اوف سكيورتي. وهذا التغيير المناخ مؤثر سلبيه الصحه العقليه، من ذلك زياده التوتر والقلق والاكتئاب بسبب فقدان المنازل وسبل العيش والشعور بالامان. اخذنا التاثيرات على السوسايتي، درجات الحراره، التغيير، بس اكو فد جزء مهم هو الايكونوميك كونسيكونس. هذه التغييرات صار بيها قلنا ارتفاع تغيير المناخ اثر على التنوع، اثر العفو على صحه الانسان، اثر على المناخ، اثر ارتفاع درجه الحراره، اثر على الاقتصاد البلدان، بها تبعات اقتصاديه. هذا التاثير شنو التبعات الاقتصاديه؟ العواقب الاقتصاديه لتغيير المناخ انه تسبب تغييرات في عواقب اقتصاديه واسعه النطاق تؤثر على مختلف القطاعات والصناعات. وممكن ناخذ بعض الامثله. loss of agriculture productivity، يعني انه راح هذا التغيير المناخ والجفاف والاعصار راح يؤدي لمن قله الانتاج الزراعي، وهذا الطقوس القاسيه تؤدي على الزراعه، وهذا تؤدي الظاهرة الحيوية القاسية مثل الجفاف المستمر أو الأمطار الغزيرة بشكل كبير على الإنتاج والزراعة. وممكن أنه تقول يمكن أن تؤدي الجفاف إلى تقليل إنتاجية المحاصيل وذبول النباتات وتدهور وجودة الإنتاج. ممكن بعد شنو ممكن هذا الـ consequence economy increase natural disaster اللي هو الـ higher cost of disaster response and recovery، decline in tourism، loss of revenue from tourism industry، higher health care costs and increased spending on treating climate related illness و job losses، decrease الـ employment sector and affect by climate change. فاحنا قلنا ممكن هذا فقدان المحاصيل وتقليل الانتاج هذا من التبعات الاقتصاديه، انه شلون راح تاثر على الحياه الطبيعيه وتقلل الظروف الجفاف من رطوبه التربه ما يسبب ضغطا على المحاصيل ويفقد نموها، وذلك ينتج تقليل الانتاج قد يؤدي الى فشل المحصول ما يؤثر على انتاج الغذاء ودخل المزارعين. تكاليف الري، انه انت اذا صار عندك جفاف راح يصير عندك فيضانات، راح يكون انه شلون راح تؤدي الى انه تسوي كنترول او سيطره على الري او تسوي اساليب الري الجديده. فيقول لك انه في المناطق المعرضه للجفاف قد يضطر المزارعون الى استثمار المزيد من انظمه الري للحفاظ على محاصيلهم. هذا كله شنو؟ كله كوستنج، كله مصاريف اضافيه بسبب شنو؟ تغيير المناخ. وبالتالي ذلك إلى زيادة التكاليف التشغيلية ما يؤثر على هوامش الربح. يعني الفلاح جاي يشوفون أنه تقريبا مناطق معينة قليلة بقى بها الفلاح، ليش؟ لأن ما متوفرت للمعدات، صعوبة هسه حاليا بالماي، جفاف موجود، المحاصيل كلها استيراد، أنه حتى من ينتج ماكو مثل أكو فد جهة معينة أنه تتبناه وتاخذ هذه المحاصيل. فلذلك أنه جاي يشوف أكثر المناطق الزراعية تحولت إلى مناطق صناعية أو سكنية، فالفلاح تقريبا انتهى دوره بالعراق، أو بعض مو بس بالعراق، حتى في بعض البلدان القريبة من العراق. تقلب أسعار السوق، هذا بسبب الاختلاف، بسبب التغيير المناخ راح يؤدي إلى تأثير على الاقتصاد وتقلب أسعار السوق، تقليل إنتاج المحاصيل يعني إلى انخفاض العرض مما يسبب تقليل في أسعار السوق. يعني إذا أنت جاي تشوف البامية أول ما تنزل ب30 ألف، أي البرحي أول ما ينزل ب15 ب20 ألف، هذا لو تشوف بسبب شحة المياه، بسبب ندرة الفواكه، هذا تشوف الفاكهة أول ما تنزل أول
لهذا راح تشوف بها أسعار خيالية، وبالتالي إنه تغيير المناخ راح يأثر على الزراعة، راح يأثر على الزراعة بالتالي راح يأثر على اليمن، على الماشية. الجفاف يؤثر ليس فقط على المحاصيل، وإنما يؤثر على توافر المياه للماشية، وقد يؤدي إلى تقليل المراعي والمياه في الخسار في الماشية، وتقليل إنتاج اللحوم والألبان. ومن صار بها انتهاء الزراعة، انتهت الماشية، معناته راح تأثر على وظائف هواي ناس. شلون راح تؤثر على فقدان الوظائف واقتصاديات الأرياف؟ تلقائيا حياة بالريف شبه معدومة حاليا. تعتبر الزراعة هي مصدر للتوظيف في العديد مناطق، وبسبب عدم وجود الزراعة تؤدي إلى فقدان الريف، وإدت فقدان الريف إلى فقدان هذه الوظائف. فهذه إنه كلها من الاقتصاديات اللي ممكن نشوف العلاج راح يكون بسبب الهيلث كير كوست، التأمين راح تصعد أسعاره وتكون الأسهم مالته عالية، راح تأثر على السياحة أنه بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وبالتالي هذا كل التغيير المناخ بسبب أنه ممكن يؤدي إلى هذه الإمباكت أو التأثير بالاقتصاد. أخذنا التأثير وشفنا شنو تعريف تغيير المناخ والغاز هازم، هسه انه ممكن ناخذ بعض الكلوزنج او الامبروفمنت او التحسينات اللي هي ممكن تقلل من هذه الانبعاثات، او ممكن تساهم في الحفاظ على الحياة تكون طبيعية وصحية. اول واحد من الامبروفمنت من التحسينات او التوصيات، انه ممكن يقول لك increase renewable energy production، زيادة انطاق الطاقة المتجددة، transition from fossil fuel to renewable energy source such as solar to reduce greenhouse gases emission، بالاعتماد على الطاقات أو الغازات المصاحبة للبيئة أو المتجددة، والتقليل من الوقود الأحفوري أو الوقود اللي بيها انبعاثات وتأثيرها على البيئة، أو التقليل من الغازات اللي بيها الغازات الاحتباس الحراري. وبالتالي هذا احنا إذا قللنا من هذه الغازات، قللنا من الاحتباس الحراري، حافظنا على عدم ارتفاع درجات الحرارة. التحسين أو الريكومندد الثاني هو الامبروف انرجي افشنسي، اللي هو تحسين كفاءة الطاقة، implementing energy efficient technology and practices industry, building and transportation to reduce energy consumption and carbon emission. في حالة سوينا تحسين بكفاءة الطاقة، وهذا بالتالي راح نستخدم تكنولوجيا وتقنيات وممارسات توفر الطاقة في الصناعات والمباني، وبالتالي راح تؤدي إلى تقليل من استهلاك الطاقة وانبعاثات الكربون. وخير مثال على ذلك إذا شفتوه أنه خلال كورونا، من وقفة الحياة ووقفة المصانع ووقفة، تشوف أنه فتحة الأوزون أدت أنه إلى رجعها إلى وضعها الطبيعي، بسبب هو تقليل الاحتباس الحراري وتقليل الغازات المنبعثة، وبالتالي أنه رجعت بعض الحياة الطبيعية لبعض المناطق بسبب تقليل الغازات والانبعاثات. من التوصيات الثالثة Promote Sustainable Transportation، اللي هو تعزيز النقل المستدام. جاي يشوفون أنه الازدحامات اللي موجودة بكل العالم، واستخدام السيارات والطاقات والغازات اللي بيها انبعاثات، فبعض البلدان بدأت تتغير، وحاليا بالعراق جزء معين بدأ التغيير، انه دخلت السيارات اللي هي الهايبرد اللي هي تعتمد على الطاقة، بس بعض البلدان انه هو لا غيرت، صارت 100% انه تعتمد على الالكتريكال، على السيارات الكهربائية، وحاطين تارجت 2035 بعد ما مسموح لاي سيارة او لاي معمل يتم انتاج سيارة
بل تعمل على الوقود فقط الالكتريكال. فهذا واحدة من الشغلات انه تعتمد على السستينبل ترانسبورتيشن اللي هي النقل المستدام، تشجيع استخدام وسائل النقل العام وركوب الدراجات والمشي. اذا تشوفون بعض المناطق في اوروبا مثل النرويج والدنمارك حاليا يعتمدون اعتماد رئيسي على البايسكل في النقل العام، في النقل للذهاب والإياب للعمل، استخدام محطات باعتماد المترو على الكهرباء، فيقلل من الانبعاثات ويقلل من استخدام الوقود الأحفوري. فهذا بالتالي يؤدي إلى تطوير المركبات الكهربائية والبنية التحتية للشحن لتقليل الاعتماد على المركبات التي تعمل بالوقود والبنزين. من التوصيات اللي ممكن تؤدي إلى الحفاظ على البيئة، البروتكت اند ريستور ناتشرال ايكو سيستم، هو الحماية واستعادة النظم البيئية الطبيعية. Preserving and restoring forester, wetland and other natural habitat that act as carbon sinks, observing and storing carbon dioxide from the atmosphere. هو الحفاظ على واستعادة الغابات والأراضي الرطبة والمواد الطبيعية، يعني الحفاظ على الحياة الخضراء، زيادة من الحياة الخضراء، مو تحول المناطق الزراعية إلى سكنية، الحفاظ على زيادة أكثر عدد ممكن من الزراعة والتنوع البيئي، حتى الحفاظ على التبادل الأكسجين والكربون، التبادل على أكسيد الكربون، تبادل حياة الحفاظ على الأكسجين والتبادل الحيوي اللي يكون البيئي بين الأكسجين والثاني أكسيد. وبالتالي هذه الحفاظ أو استعادة الغابات التي تعمل تسحب الكربون وتعطي أكسجين، وبالتالي راح نقلل من الانبعاثات وتمتص وتخزن أكسجين أو كربون الغلاف الجوي. فكل نبتة خضراء تحاول في مساعدة تقليل ثاني أكسيد كربون، وبالتالي أنت راح تزيد نسبة الأكسجين وتقلل من نسبة ثنائي أكسيد الكربون. من التوصيات كذلك adopt sustainable agriculture practices، أنه تبني ممارسات الزراعة المستدامة، أنه هي أنت شلون تعزيز الزراعة العضوية والزراعة الزراعية والتقنيات الزراعة المتجددة من الحد من انبعاثات غاز الاحتباس حرارة الزراعة وتحسين صحة التربة. قد ما تحافظ على التربة قد ما تعزز من تقليل من غازات الاحتباس الحراري. من التوصيات and reduce waste and promote recycling، مثل ما جاي تشوفون ايش قد انه اوساخ وايش قد نفايات حاليا منتشرة في كل البلدان او في المناطق البحريه والساحليه في مناطق كثيره. وهذه الويست انه شلون تاثر بصوره مباشره على الحياه الطبيعيه او الحياه المائيه، شلون بيها تاثير امراض، شلون بيها روائح كريهه، شلون بيها انبعاث غازات. فهذا كلها انه تؤدي الى تاثير على البيئه. بس اذا صار عندنا ويست مانجمنت كنترول على البيئة، وبالتالي انه راح يصير ريسايكلينج استخدام وقت لإعادة التدوير، وبالتالي هذا كله راح تحافظ على الحياة. فتنفيذ استراتيجيات إدارة النفايات تعطي الأولوية لإعادة التدوير والتسميد وتقليل توليد النفايات لتقليل انبعاثات غاز الاحتباس الحراري من مواقع ودفن النفايات، لأن يعني كثر ما كل ما كثرت النفايات راح تكون المعالجة مالتها صعبة أو يؤدي إلى احتراقها، وبالتالي الحرق مالتها يؤدي إلى زيادة الغازات وزيادة الغازات اللي بيها الاحتباس الحراري وتأثر على البيئة. حتى نحافظ على البيئة لازم إنه raise awareness and education، إنه لازم يصير زيادة بالوعي والتثقيف. ما هي فائدة النبتة؟ شلون تحافظ على الماء؟ شلون تسوي ريسايكلينج؟ شلون انه تقلل من انبعاثات؟ شلون تسوي اويرنس للمعامل، للمصانع، للانسان؟ فبالتالي هذه الزيادة راح تقلل كثير من الانبعاثات، راح الناس تكون بها تعاون
بين الحكومات المحلية والإنسان، أنه هذا التعاون يؤدي إلى تقليل الانبعاثات، وبالتالي الحفاظ على الحياة يصير بمسؤولية الجميع، ليس فقط باعتماد على الحكومة أو بالاعتماد على الأشخاص. Increasing public awareness about climate change and its impact, as well as providing education and training on sustainable practices and solutions. زيادة الوعي حول العالم وتغيير مناخ وآثار، كذلك توفير التعليم والتدريب على الممارسات والحلول المستدامة. من النقاط المهمة أنه هو support policy international cooperation، يعني مثل ما جاي يشوفون العالم كله أنه مهتم بالsustainable، مهتم بتغيير المناخ، مهتم بتقليل انبعاث الغازات، أنه إحنا لازم نسوي تعاون، لازم نسوي ربط وياهم، لازم ناخذ الأساليب المهمة اللي هم وصلوا لها وفق الأبحاث والمختبرات، وبالتالي بهذا الكونكت أو اللينك الدولي راح تحاول أنه تاخذ أفضل الأساليب بأقل تكاليف، أنه ممكن تحافظ على زيادة الوعي، زيادة البيئة، تقليل الانبعاثات، زيادة الخضار، وبالتالي أنه أنت ممكن تكون عندك ارتباط بالمنظمات الدولية بالحفاظ على الحياة، راح يكون أنه أنت عنصر فعال حيوي. ومثل ما هسه أنه عندنا بالسلايدات الجاية بالسستينبل الاستدامة، أنه خلوا لها تارجت بال2030 تطبيق جميع الأهداف، فهذه أنه أنت حتى من مبادئ أنه أنت تواكب التطور، كيف تعمل على تطبيق هذه الأهداف حتى بال2030. نتمنى أنه كل البلدان توصل على تحقيق هذه النسب 50% 70% أو 100% 2030، حتى أنه نحافظ على هذه البيئة، على هذه الحياة على الكوكب اللي لنا، والمستقبل الأجيال حتى تكون حياة أنه غير مهددة للإنسان، ما بها أي تأثير على المجتمع. هذا بما يخص التأثير والحلول. فكونكلوجن بالنهاية، ما هي الأهمية importance of addressing climate change، أهمية معالجة تغيير المناخ؟ هو من الضروري معالجة تغيير المناخ وانبعاث الغازات الاحتباس الحراري من أجل التخفيف من ارتفاع درجات الحرارة والتقليل من ذوبان القمم الجليدية، وكذلك الحفاظ على التنوع البيولوجي وتقليل الآثار السلبية على الصحة العامة، وكذلك مسؤوليتنا الجماعية اتخاذ الإجراءات وفقا لمستقبل حياتنا وكوكبنا. هذا فد ملخص بسيط أو كفكرة عامة عن الكلايمنت تشينج، عن الغاز، جرين هاوسز غاز، والإمباكت مالته، وكذلك ما هي الإمبروفمنت. هذا اللي هو شلون تأثيره على الحياة، وشلون بالتالي لها تأثيرها، لازم نقلل من هذا التأثير ونحافظ على الحياة بصورة عامة. مثل ما قلت لكم انه نضفت لكم بعض السلايدات الخاصة بالسستينبل، السستينبل فجزء أساسي، فجزء مهم، يعتبر من أهداف التنمية المستدامة اللي هي وضعتها الأمم المتحدة، تعتبر إطار عالميا للعمل على حلقات متشابكة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. يتم اعتمادها من قبل الأمم المتحدة، يعني تم اعتمادها عام 2015، وتتكون من 17 هدف، وهذا ال 17 هدف يتفرع إلى 169 هدف فرع، تهدف جميعها إلى تحقيق التنمية المستدامة. وبحلول عام 2030 راح تجبر منظمة الأمم المتحدة على تطبيقها في عموم الشركات. هذا ال 17 هدف راح نتسلسلها واحدة واحدة، أنه هو نو بروفيرتي، اللي هي الهدف أنه لا للفقر، أنه القضاء على الفقر في جميع أشكاله وأبعاده على مستوى العالم، من خلال التنوع، زيادة الزراعة، من خلال تقليل الانبعاثات، من خلال تقليل الهجرة. هذا كله أنه حتى تكون
الحياة مستديمة للجميع. الثانية اللي هو زيرو هنجري، انه حتى يحافظون برومو سستينبل اجريكلتشر، في حافظ انه الحفاظ على الزراعة والأمن الغذائي، تحقق التغذية الجيدة وتعزيز الزراعة المستدامة، ومن ضمنها هو توفر الغذاء الأمن والغذاء بشكل كاف لجميع الناس وتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة. الهدف الثالث هو الجود هيلث اند ويلبينج، مثل ما شفنا انه تأثير الستريس على المينتال هيلث، فانه انت حتى الناس عندها توعية بأنه شلون تحافظ على الصحة النفسية، أنه شلون عندها رفاهية جيدة، أنه شلون تضمن حياة صحية وتعزر الجميع في جميع الأعمار، ما تقتصر على عمر معين وإنما تقتصر على جميع الأعمار. الهدف الرابع هو الكواليتي education، أنه إحنا حتى نتأكد توصل المعلومات بصورة صحيحة لازم أكو جودة بالتعليم، ضمان توفير التعليم ذو الجودة والمتاح للجميع وتعزيز فرص التعليم مدى الحياة حتى نقلل من الجهل، نقلل من عدم الكتاب، أهمية الناس تثقيفهم تعليمهم زيادة الوعي حتى الحفاظ على الحياة، نتأكد أنه الناس الكل متعلمة والكل عندها مفهوم الصحيح للإدوكيشن. الإيكواليتي اللي هي المساواة، احنا مثل ما تعرفون انه الحمد لله حاليا حقوق المرأة حقوق الانسان والرجل، فدائما يكون تنوع بالوظائف، تنوع بحياة كريمة، اعطاء الحقوق للمرأة، فيمكن المساواة بين الجنسين الذكر والانثى، واعطاء حقوقها كذلك احترام ريسبكت للرجل وريسبكت للمرأة، ففي العمل أو في البيت أو أينما وجدت. الكلين ووتر اند ستيشن هو مياه نظيفة وصرف صحي، مثل ما جاي يشوفون حاليا أزمة في المياه في عموم العالم، إنه المياه النظيف أو المياه البحار أكثر من مياه الأنهار النظيفة، لذلك إنه هذا التكلفة العالية، أنه إذا أنت تريد تسوي ووتر تريتمنت معالجة المياه أو المياه البحار المالحة حتى تكون مياه صالحة للشرب، راح تكون بها عدة مصاريف ومصاريف عالية، لذلك أنه الإنسان لازم يقتصد بالماء اللي يوصل له، يحافظ على المياه، وبالتالي أنه حتى يشارك بالمسؤولية، يعرف أكو هذا ايش قد أهميته، هذا المياه النظيفة اللي وصلت للبيت ايش قد صرفت عليه الحكومة، ايش قد سوت له مصاريف معالجات حتى وصل لكل بيت، فبالتالي ما اهدر المياه، احافظ عليه. مياه الشرب كذلك حتى احافظ انه على هذا المياه النظيفة. الهدف السابع اللي هو الافوربل اند كلين انرجي، هو طاقه متجدده، وكذلك تكون ضمان توفر طاقه مستديمه ونظيفه باسعار معقوله، فالانسان انه من يروح مثلا يريد يشتري في الطاقه السولر اللي هي الطاقه الشمسيه، فممكن هسه يلقاها باسعار مبالغه، بس انه واحده من الطاقه المستدامه، انه حتى تشجع الناس انه تعتمد على الطاقه الشمسيه او الطاقه المتجدده، فتكون أسعارها مناسبة حتى الكل تقدر تستخدمها، وبالتالي الكل تقلل من انبعاث الغازات والاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة. الجول الثامن هو الورك اند ايكونوميك جروث، اللي هو عمل لائق ونمو اقتصادي، بروموت انكلوسيف اند سستينبل ايكونوميك جروث، بروفايد ديسنت وورك اوبورتيونيتي اند فوستر Enterprise for Invitation. الهدف هو صناعة عمل لائق ونمو اقتصادي، تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والعمل اللائق الكريم للجميع، انه الكل تحترم، الكل إلها حقوقها، العمل لائق للجميع، توفر ظروف عمل ملائمة ومناسبة لكل الأشخاص وكل الأعمار. بما يخص الجول التاسع اللي هو الانفيتيشن اند الانفراستراكشر،
اللي هو الصناعة والابتكار والبنية التحتية، ومن بناء بنية تحتية متينة تعزز الصناعة وتحفيز الابتكار. Build resilient infrastructure, promote sustainable industrial and foster invitation for sustainable development. وبالتالي حتى تتأكد أنه هذه البنية التحتية مبنية على الاستدامة ومبنية أنه مناسبة لكل الأشخاص، وتكون مناسبة أنه كيف آلية الحفاظ على البيئة بها، تقليل الانبعاثات، استخدام طاقة متجددة، توفر مساحات خضراء. وبالتالي هذا الجول 10 اللي هو 10 reduce inequalities، فالحد من الاختلافات، reduce equality with and among countries, ensure equal opportunities. واحدة من المهمات الاستدامة هو التعاون والاستدامة، تقليل من التدخلات، تقليل من الاختلاف، تقليل من التدخل أو السياسي، أو تقليل الفجوات الاجتماعية والاقتصادية بين البلدان وداخل البلدان. ريسبكت كل الطوائف، ريسبكت كل الأقليات، ريسبكت كل الديانات، وريسبكت كل الكانتريز. الهدف ال11 هو sustainable cities and communities, make cities inclusive, safe, resilient and sustainable by improving urban planning, access, affordable houses. هو المدن المستدامة، جعل المدن والمستوطنات شاملة وآمنة ومستدامة، وتغيير هذه البلدان إلى بلدان more sustainable and more communities. الهدف ال12 اللي هو خاص أنه responsible consumption and production، هو الاستدامة الإنتاج ونمط الاستهلاك، أنه الإنسان من خلال تحقيق استدامة الإنتاج والاستهلاك وإدارة مستدامة للموارد الطبيعية، مثل ما قلنا أنه شلون تحافظ على المياه، تحافظ على الكهرباء، تقلل من الاستهلاك، تحافظ على الويست، تحافظ على recycling، وبالتالي أنه راح تحافظ على الconsumption والproduction. والكلايمت اكشن مثل ما شفنا انه مدى تاثير كلايمت تشينج والامباكت مالته وتاثيره، ف تيك فشلون نحافظ انه كلايمت اكشن، انه مكافحه تغيير المناخ، اللي هو اتخاذ تدابير عاجله مكافحه تغيير المناخ وتأثيراته، وبالتالي تقليل الانبعاثات وتقليل تغيير المناخ، تقليل أنه شلون نحافظ على التنوع الحياة. الهدف 14 هو اللايف بلو ووتر، أنه conserve and sustainable use the oceans seas and resource، هو حياة تحت الماء، شلون الحفاظ على الحياة اللي موجودة المائية، حفاظ على الحياة البحرية والمحيطات واستخدام مستدام لمواردها. وعندنا الجول 15 لايف اون لاند، مثل ما شفنا من الحفاظ على الحياه على البحريه، كذلك الحفاظ على الحياه البيئيه، حفاظ على النظام البيئي البريه واداره استدامه الغابات، مكافحه التصحر، وتقليل من تحويل الغابات الى مناطق سكنيه والمناطق الزراعيه. وكذلك الجول الهدف ال 16 هو البيس جاستس اند سترونج انستتيوشن، هو السلام والعداله والمؤسسات الفعاله، تطبيق القانون، تعزيز المجتمعات السليمه، وبناء مؤسسات فعاله وعادله. والهدف 17 والاخير اللي هو البارتنرشيب فور ذا جولز، هو الهدف شراكات لتحقيق الاهداف بالتعاون وتعزيز الشراكات العالميه لتحقيق الاهداف التنميه المستدامه. وتسعى هدف التنمية المستدامة إلى تحقيق توازن بيئة بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئة، وتحسين جودة الحياة للجميع بشكل عام ومستدام. هاي بصورة عامة حول تغيير مناخ، حول الجرين هاوس غازز والإمباكت مالته وتأثيرها، وكيف نقلل من هذا التأثير، واخذنا فكرة عامة عن السستينبل. إن شاء الله كانت محاضرة مفيدة، معلومات جيدة، معلومات إنها مفيدة، وإن شاء الله قدر المستطاع أن نستفاد من عدها.
حاليا عندنا 20 دقيقة ربع ساعة للأسئلة، فأي واحد عنده أي سؤال، عنده أي استفسار، عنده أي مداخلة. ستاية عندك أسئلة؟ أكو شباب، بعض الشباب عندهم أسئلة. نعم أستاذ، اللي حاب خلي يطرح سؤاله بالشات، تقدر تفتح الشات يمك، وكذلك رابط الحضور هم رسلته بالشات. تمام شباب، أي سؤال، أي استفسار، أي مداخلة؟ تفضل حبيبي أستاذ ميثم. أعتقد أستاذ ميثم رفع إيده. سؤال من علاوي نافر السلطان، ليش ما نستثمر الغاز اللي جاي يحترق ونقلل من الانبعاثات والتلوث والأمراض خاصة بالبصرة؟ يعني أنا مو مختص ولا أنه ممكن آخذ قرار مكان أنه الناس المختصين، بس السلام أنه عليكم أستاذ. عليكم السلام حبيبي، تفضل أستاذ. أقدر أدخل مداخلة؟ أي حبيبي تفضل. حياك أستاذ. بالنسبة لموضوع الغاز الحيوي ما تكلمنا عليه، يعني أي غاز؟ النفايات، هنا عندنا النفايات البيولوجية تمام. بها شغلتين. يعني كان قبل بالنسبه لي اشتغل بوزاره البيئه وحاول نطرح تمام. هذا الموضوع، موضوع النفايات. النفايات تعطينا يعني السماد وتعطينا غاز نفس تمام. الوقت. هذا السماد نقدر يعني نخصب به التربه، بما انه ساعدنا موضوع راح يساعدنا امطار قويه، وهاي الامطار القويه بما انه ما عندنا غطاء نباتي راح تجرف التربه يعني تخسر خصوبتها، يعني وفق ما تقريبا يعني المنظمة العالمية تغير تمام. المناخ، انه حتحصل يعني حالة امطار شذوذ يعني بالمناخ، تجي ايام جفاف وتجي ايام امطار اعلى من منسوب مالتها. تمام، فهاي تمام. النقطة حاليا ماكو لها اي دراسة يعني مستبعدينها، فممكن يعني نشتغل عليها بالمشاريع الخاصة انه تكون طاقة نطلع يعني المواد الحيوية البيولوجية من عندها، نطلع من عندها سماد وبنفس الوقت نطلع من عندها غاز. هاي نقطة ما شفتها بأغلب المشاريع، ما مطروقة. تمام حبيبي يعني أشكرك. قلت لك إنه هي بسبب هذه التكنولوجيا موجودة، إنه حاليا جاي يستخدمون فد هواي. إحنا واحدة من المشاريع إنه جاي يشوف الأدربية اللي جاي يشتغلون عليها، إنه يردون يستخدمون واحدة من الطاقة الكهربائية يعتمدونها على النفايات، ومستخدمة هي أكثر من البلدان. أكو بعض الطاقات الكهربائية حاليا جاي تشتغل على النفايات، مو فقط انه هي تولد كهرباء ويستخدمونها كوقود، وكانما انه جاي يسمون لها ريسايكلينج، تستخدم اكثر، وهذا الغاز اللي جاي يطلع من عندها كذلك جاي يستفادون من عنده. للاسف احنا في بعض اي نعم دخلوا وياي لو العفو، هذا احد الشباب فاتح المايك. ف جاي يستخدمون هذه، يستفادون من الهواية من الوقود، يستخدمونها النفايات. بس للأسف حاليا بالعراق احنا
ما جاي يستخدمونها بصورة صحيحة، وجاي فقط يعتمدون على حرقها. وكذلك الإجابة للشخص ليش ما نستثمر الغاز، جاي يحترق ونقلل الانبعاثات. فهي وحدة أعتقد أنه الحكومة العراقية حاليا شغالة عليها، أعتقد وحدة من الشغلات اللي دخلت هي تعتمد على تقليل هذا الاحتراق في الوقت الحالي. انه لان يقول لك الكوستنج او المصاريف، انه في استخدام البديل اعلى، انه في حاله فيكون حرقه اقل كثير، بس هو التاثير الصحي كلش عالي على الانسان. المفروض انه اكو عمل جدي بتقليل هذه الغازات، لان بها تأثير كلش عالي. لذلك انه جاي نشوف امراض جديدة، جاي نشوف انتشار السرطان، نشوف هواي مشاكل صحية موجودة بالبصرة بسبب هذه الغازات. فنتمنى انه نشوف استخدام النفايات بصورة صحيحة، وكذلك الاستفادة من هذا الغاز. احس سؤال ثاني شباب، مداخلة. لو سمحت أستاذ، عندي سؤال. هل اتجاه العالم لحال الطاقات النظيفة ممكن يؤثر على فرص العمل في قطاعات البترول والغاز؟ أنت مثل ما جاي تشوف التطور الجاي يصير، والاعتماد على التكنولوجيا، والاعتماد أنه ممكن يصير بها تأثير، هي مو إنما مو تنتهي فرص العمل، وإنما يتغير. فإنه أنت من هسه تفكر أنه الإنسان ممكن الفرصة العمل مالته ما بيه مستقبل، ممكن 2030 تنتهي الوظيفة مالته، اكو هواي وظائف راح تنتهي. فيفكر انه هو شنو المطلوب بال2030؟ ممكن التكنولوجيا، ممكن بالنتورك، ممكن الذكاء الصناعي، ممكن بالسستينبل. فانت تفكر انه شنو الوظائف المستقبلية المطلوبة، لان انت كل ما تنتهي وظيفة اكو وظائف متجددة. فهي ممكن تأثر على فرص العمل على الوظيفة، بس ما تأثر على الإنسان. الإنسان ممكن يبحث عن المتجدد، يبحث عن الجديد، حتى يبقى دائما اختصاصه مطلوب. أحد عنده سؤال ثاني؟ أستاذ، إحنا في جامعة البصرة في كلية الهندسة كل سنة إحنا نقدم مشاريع على تدوير بعض المواد البرمجية، يا ريت لو هناك استغلال هذه المشاريع. أكو بعض المنظمات اللي تدعم هذه المشاريع، وبعض المنظمات أنه ممكن يسجلون المشروع مالتكم في منظمة الأمم المتحدة. أكو رابط خاص بتسجيل مشاريع، واللي يشوفون المشاريع اللي هي تشجع على الاستدامة، تشجع على تقليل الغازات، تقليل على أو تشجع على إعادة التدوير، فراح يكون إلها دعم، راح يكون إلها تقديم، راح يكون إلها تحفيز. فبعدين إذا ممكن أبعث لكم هذا عن طريق ستاير الروابط، أنه ممكن تستفادون من هذه الروابط أنه شلون تسجلون هاي المشاريع. بعد عدة سؤال، أي سؤال شباب؟ ميثم رحيم، تفضل حبيبي أستاذ ميثم. أستاذ، بالنسبة للمشروع إعادة تدوير اي نعم، النفايات الحيوية، أكو أحد هنا مسوي له بها، قالوا بها ريسك أسسمنت، يعني تحتاج يعني تقييم مخاطر، بنستخدمها داخل المشاريع أو داخل البيوت. أكو هنا اوكي، من الشباب أكو هنا من الشباب عنده فد دراسة أو فد عملية إنه ما أقدر أطبقها بأي مكان إذا مو شخص مختص بهذا الأمر. فيا ريت إذا أكو واحد من الشباب يعرف هذا الموضوع، يا ريت انه يساعدنا، تمام، حتى نقدر نستثمر هذا الموضوع يعني مشاريعنا. ممكن تواصلوا وياي، ربطك ويا الناس المختصين بهذا المجال. تمام. أحد عنده سؤال استفسار ثاني؟
تمام أستاذ، أتوقع بعد ما أحد عنده سؤال. السلام عليكم. تمام، إذا ما حد عنده سؤال، شكرا جزيلا السلام لكم. عليكم. شكرا أستاذ جزيلا. العفو، بس أكو مداخلة من شخص. إي تفضل. العفو ست، بس بلاونا على الاتش بي ام، جاء الرابط مال التليجرام مال التشابتر مال هاي، وين تنزلون المحاضرات الانفورميشن مع المحاضرة شيء. تمام إن شاء الله، هسه شوي وأدزه بالشات. أستاذ محمد، باسمي واسم أعضاء اس بي اي تشابتر جامعة البصرة، نقدم جزيل الشكر، تشرفنا بحضورك ويانا، ونشكر وقتك وجهدك المبذول. المحاضرة كانت جدا رائعة ومميزة، إن شاء الله راح تكون لنا محاضرات أكثر بالمستقبل، وشكرا مرة ثانية. شكرا جزيلا للاستدعاء، شكرا جزيلا لكل الفريق، وانا فول سبورت لهذه المشاريع، وكلش ادعم المشاريع التطوعيه اللي بيها دعم للشباب، اللي بيها تطوير للشباب، وعندي هواي مجالات، هواي تدريبات ممكن نقدمها للشباب يستفادون من عندها قدر المستطاع، وان شاء الله نخصص اكثر بعد تدريبات للشباب. انا يعني افرح انهم نقدم يد المساعده للجميع، وافرح انه ادعم الشباب واشوفهم حابين يتطورون ياخذون معلومات جديده. فشكرا جزيلا لكم، وان شاء الله نبقى على تواصل. تمام، شكرا أستاذ. شكرا جزيلا، مع السلامه.